وللحديث أكثر عن ملف العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة، ينضم إلينا من طول كرم عبر الهاتف الصحفي الفلسطيني معين الشديد. حياكم الله أستاذ معين. عبد الله عبد الرحمن، آسف. حياكم الله، هل تسمعني أستاذ معين؟ أسمعك الآن بوضوح. نعم، كما أرحب بضيفي من الكويت عبر سكايب الكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ علي بغدادي. حياكم الله أستاذ علي. الله يحييكم، حياك الله سيد. حياكم الله أستاذ علي، لعلي أبتدأ معك، يعني كيف تفسر استمرار الاحتلال بارتكاب هذه المجازر تلو المجازر في قطاع غزة رغم النداءات العالمية بضرورة وقف إطلاق النار؟ هذا العدوان واستمراره بهذه الهمجية هو مؤشر على غياب الرؤية الاستراتيجية عند صانع القرار الإسرائيلي. هو ليس أمامه إلا المزيد من الانتقام وإسالة الدماء وارتكاب الجرائم، لأنه مثل الذي يركب دراجة هوائية، إن توقف فسيسقط. هو أمام تحدي واستحقاق كبير جدا، أمامه خشية كبيرة من وقف إطلاق النار، لأن هذا يعني انتصار حماس في النهاية، وبالتالي هو لا يأبه بدعوات وقف إطلاق النار، سواء كانت من الداخل أو من الخارج أو حتى الضغوط الأوروبية أو الغربية أو الأمريكية. هو يريد أن يستمر إلى ما لا نهاية، لأن مجرد وقوفه يعني انهيار هذه الحكومة وانهيار التحالف، ويعني انتصار المقاومة في المقام الأول. ولكن ما هي فرصه الحقيقية، و يعني ما هي حظوظه بالاستمرار بهذا العدوان والنجاح فيه؟ يعني كما تعلم هناك دعم أمريكي لهذا الاحتلال ولو كان من تحت الطاولة، هل هناك حظوظ حقيقية لنتنياهو ب يعني النجاة من يعني انتهاء حياته السياسية؟ هو حاليا نتنياهو يظهر بمظهر الرجل القوي في الكيان الصهيوني، عنده تحالف متماسك، 64 نائب في الكنيسة، وحتى الآن حتى يعني مكونات هذا التحالف حريصين على استمراره، لأنهم يعلمون أن انهيار هذه الحكومة ليس يعني قد لا يؤدي في النهاية إلى تشكلها مرة أخرى، وبالتالي هم حريصون على استمرار هذه الحكومة. لديه تحالف قوي، لديه جيوش من المستوطنين، لديه الصورة التي يريد أن يعني يفرضها على الإعلام، الصورة الذهنية، صورة القائد القوي الذي لا يأبه بالضغوط، القائد المنتصر الذي يناور. يعني تعرض لضغوط إعلامية كبيرة وسياسية، تعرض حتى لمحاولات أمريكية لتنيه أو على الأقل لتخفيف حدة الدماء والهجوم، ولكنه هو يصر ويفاخر بأنه يرفض الضغوط الأمريكية، يرفض إقامة دولة فلسطينية، يرفض حل الدولتين، وبالتالي هو يعني يريد ذلك، يعني يرى بأنه في هذه الحالة سيكون أفضل من توقف إطلاق النار. أما على المستوى الاستراتيجي والمكاسب الحقيقية على الأرض فلا توجد، لأنه في الحقيقة يعني هو ليس أمامه إلا أن مزيد من القتل. إذا اعتبرنا أن القتل هو إنجاز بالنسبة له، فهو هذا الذي يفعله، يقتل ويقتل ويقتل، لم يحقق نتيجة حتى هذه اللحظة. الميدان والسطوة واليد العليا في أرض المعركة هي للمقاومة، وحتى قبل قليل كانت الفيديوهات تخرج لتثبت قوتها وحضورها على الأرض. الآن هو يهدد باقتحام رفح، ويعني يقول بأن هناك قد يحصل على قيادات حماس أو بعض الأسرى الإسرائيليين، وهذا الكلام ذكره قبل ذلك عندما دخل إلى مدينة غزة، وعندما دخل إلى خان يونس، وعندما اقتحم مناطق الشمالية، ولكن كل هذه الخطط ذهبت أدراج الرياح. ما يعانيه الجيش الإسرائيلي الآن هو غياب الرؤية الاستراتيجية، غياب الرؤية السياسية التي على أساسها يعمل، وبالتالي هو يخبط خبط عشواء، يرسل طائراته ويرسل قواته لتدمر ما تبقى من غزة، ولم يعد لديه في الحقيقة بنك أهداف حقيقي. هو يراهن على كسب الوقت، مزيد من الوقت، لعله يعني
يحدث شيء ما، لعل الإرادة الفلسطينية تنكسر، لعل حماس تهزم، لعلها تستسلم، لعل ويجدوا شيئا من قيادات حماس أو من الأسرى، ولكن كل هذا يعني أوهام أو سراب. طيب أستاذ معين حياكم الله، يعني انفصام نتنياهو عن الواقع وأحلامه البعيدة التي لم يستطع تحقيق شيء منها، إلى أي مدى لربما يؤثر على مستقبل هذا الكيان ككل؟ يعني نتنياهو المتعجرف، نتنياهو الذي يصف نفسه بأنه ملك إسرائيل، بأنه القادر على تحقيق الطموحات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط. نتنياهو الذي يواصل حرب الإبادة في غزة، يعني هدفه الرئيسي هو البقاء في الحكم وتحقيق ما يتمنى من تهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، فبالتالي هو معني باستمرار هذه الحرب رغم أن هناك انخفاض كبير في شعبية الحرب في أوساط اليهود، في أوساط دولة الاحتلال. آخر استطلاع للرأي العام ظهر اليوم أشار إلى أن 53% فقط هم من يؤيدون استمرار الحرب على قطاع غزة، بينما كانت هذه النسبة في بدايات 7 أكتوبر وبعد ذلك في الثمانينات. فبالتالي هو مصر إصرار كامل وبشكل كبير على استمرار هذه الحرب، لأنه يدرك أنه إذا ما انتهت الحرب بهذه الصورة ولم يتمكن من تحقيق الأهداف التي أعلنها منذ اللحظة الأولى لإعلان الحرب على غزة، وهي عودة الأسرى وتدمير حركة حماس وتأمين قطاع غزة ألا يشكل خطرا على دولة الاحتلال الإسرائيلي، أي من الأهداف هذه لم يتحقق هذه اللحظة، ويبحث عن صورة نصر يعتقد أنها ستمكنه من البقاء في سدة الحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن انتهاء الحرب بهذه الطريقة يعني أنه ستكون هناك مساءلة. ويحاول نتنياهو أيضا رغم عدم انتهاء الحرب تحميل الجيش، جيش الاحتلال، المسؤولية عن الإخفاقات التي وقعت منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة، إخفاقات كبيرة وخطيرة جدا على دولة الاحتلال الإسرائيلي. ويدرك أيضا أنه إذا انتهت الحرب بهذه الطريقة أيضا يدرك أنه سيذهب وستستأنف جلسات محاكمته بتهمة الفساد، وبالتالي التهم الموجهة إليه هي خطيرة، ومن ثم فإن السجن ستكون عقوبة هذه. طيب عفوا أستاذ معين، يعني محاولة نتنياهو أخذ هذا الكيان بمن فيه نحو تحقيق مصالحه الشخصية والابتعاد عن السجن كما ذكرت، إلى أي مدى لربما يكشف هشاشة هذا الكيان، الهشاشة في المنظومة السياسية على الأقل؟ يا دولة الاحتلال في هذه اللحظات تعيش يعني أوضاع صعبة وقاسية جدا في ظل حالة الانقسام السائدة على الساحة الإسرائيلية، المظاهرات التي تخرج إلى الشوارع في كبرى المدن الإسرائيلية يعني تؤكد أن هذا الكيان يعيش حالة انتصام وحالة مشاكل. الكيان يعني الكينونة الإسرائيلية هي يعني على المحك في هذه اللحظات، والخلافات تتصاعد يوما بعد يوم. كانت هذه الخلافات حقيقة هي انطلقت قبيل الحرب على غزة، قبيل 7 أكتوبر، فيما يتعلق بالتعديلات القضائية التي كان ينوي نتنياهو تنفيذها من أجل تكريس حكمه وتكريس حكم اليمين الإسرائيلي. فبالتالي ازدادت هذه التظاهرات مع عدم تمكن نتنياهو وجيشه من إعادة الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، لتتعمق الأزمة الإسرائيلية ولتتعمق أيضا الخلافات. يعني أكبر مثال على ذلك كانت الموجود في الولايات المتحدة بعدم رضا نتنياهو عن هذه الزيارة وعدم بمعرفته أصلا، سمع بها من وسائل الإعلام الإسرائيلية. ويدرك أيضا مدى الخلافات الكبيرة أيضا مع الإدارة الأمريكية، رغم إدراكنا التام أن الخلافات مع الإدارة الأمريكية هي خلافات شخصية ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو، وليس خلافا على دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي.
فبالتالي ما يجري في دولة الاحتلال الإسرائيلي بنظر الإسرائيليين أنفسهم هي مؤشرات خطيرة جدا، وغالبية المعلقين وكتاب الأعمدة في الصحف الإسرائيلية يكتبون عن ذلك يوميا، أن هذه الدولة يعني مصيرها الانقراض إذا ما استمرت الخلافات الداخلية بهذا الشكل، وهي تتصاعد يوما بعد يوم. وحتى أيضا عملية تجنيد الحرديم المتدينين الذين طالب بهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو أيضا أثارت خلافات كبيرة، وحتى أيضا مكتب العاملين في مكتب هجاري الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد منهم يوم أمس قدم استقالاتهم، وعدد كبير من ضباط الاحتلال طيب. قدموا استقالاتهم من جيش الاحتلال، إضافة إلى حالة الرفض للتوجه للحرب في غزة التي ازدادت وتيرتها في صفوف جيش الاحتلال وخاصة جنود الاحتياط الذين تستدعيهم إسرائيل أيام الحرب، وهذا يعني ما لاحظناه في الفترة الأخيرة. وأيضا كل حالة يعني كل ما تفضلت به أستاذ معين، أستاذ معالي، كيف سيؤثر وما هو تأثير حقيقة ما ذكره الأستاذ معين على مجريات المفاوضات مع هذا الكيان لوقف إطلاق النار؟ هل هناك ثقل وزخم لهذه الأسباب ولهذه المعطيات على أرض الواقع؟ لا شك أن كل هذه المعطيات التي ذكرها الضيف الكريم هي معطيات مؤثرة وحاضرة بقوة في 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 عملية التفاوض، وهي كلها قضايا معتبرة. لكن في المقابل الخطر الذي يهدد نتنياهو ومستقبله السياسي خطر كبير جدا إن تم وقف إطلاق النار بهذا الشكل. حتى بايدن نفسه سبق وصرح بأنه لا يمكن السماح لحماس بأن تظهر بمظهر المنتصر، وعندما يصرح بايدن هذا التصريح فهذا يعني أن حماس قد انتصرت بالفعل، وهناك خشية من ظهورها بهذا المظهر. هناك غباء سياسي أو عتمة سياسية في عقل نتنياهو، لا يستطيع أن يتصور وليس عنده رؤية لمرحلة اليوم التالي لوقف الحرب. لا يوجد يعني يوجد فعلا تصحر في الفكر السياسي الإسرائيلي الحالية، والسبب في ذلك هو تحالفه مع مجموعة المتطرفين المتدينين الذين لا يملكون إلا رؤية رجعية لإدارة الدولة. وبالتالي نتنياهو أمام معضلة كبيرة بين ما يتعلق بمستقبله السياسي واحتمالية دخوله السجن أو حتمية دخوله السجن إذا سقطت حكومته، وبين قضية الاستمرار في الحرب، وهو يختار الاستمرار في الحرب في النهاية، لأنه حتى هذه اللحظة لم تصل الضغوط الداخلية ولا الضغوط الخارجية ولا الموقف العربي الرسمي إلى موقف حاسم وحاد يؤدي إلى وقف إطلاق النار طيب. وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. نعم أستاذ بغداد، يعني بما أنك جئت على ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، كيف يستوي الأمران عند الولايات المتحدة؟ من جهة تؤكد أن وقف إطلاق النار بهذا الشكل غير وارد لئلا تظهر حماس بموقف المنتصر، ومن جهة أخرى كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي وصفت ما يجري في غزة بالأمر المدمر وطالبت بوقف إطلاق النار الفوري، وأيضا أمريكا كما تعلم يعني تنزل أو تسقط المساعدات على غزة الآن، كيف يستوي هذان الأمران؟ الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى كان لها تخطيط ورؤية لإدارة هذه المنطقة تقوم على أساس دمج الكيان الصهيوني في المنطقة والسير بمسار التطبيع على قدم وساق، خاصة فيما يتعلق بالدول الرئيسية والكبرى في المنطقة، وإجراء مصالحات تاريخية بين الفرقاء من أجل التهدئة، وتفريغ العقل الأمريكي لمواجهة روسيا أو مواجهة الصين. هذه كانت الرؤية التي تسير عليها الإدارة الأمريكية. ما حدث في طوفان الأقصى هو خربطة لهذه الرؤية. أمريكا تريد إعادة الأمور إلى ما كان نفس المسار الذي كان قائما في يوم السادس من أكتوبر قبل عملية الطوفان، وبالتالي وقف إطلاق النار الذي يريدونه بمعنى عدم التوسع في الحرب بحيث تدخل
أطراف أخرى، وتتحول الحرب من حرب محدودة إلى حرب إقليمية كبرى. هذا أمر تخشاه الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تصل الأمور إلى درجة تعطيل أو إيقاف عجلة التطبيع، هي تريد أن تعيده مرة أخرى، وهذا يستدعي التقليل أو الكف من الجرائم الإسرائيلية، لأنه تصبح عملية إعادة عجلة التطبيع مرة أخرى عملية صعبة. فالولايات المتحدة تحاول أن تنشئ رؤية بحيث تقف الحرب وتخسر حماس، لأنهم يخشون أيضا من نموذج حماس، نموذج المقاومة التي تنتصر والتي قد تعد نموذجا ملهما لشعوب المنطقة. هذه المنطقة من العالم منطقة تغلي، منطقة شهدت ثورات وانتفاضات منذ 10 سنوات، ولا تزال أسباب الثورات قائمة فيها في كل الدول التي تعرضت لموجات الربيع العربي، وبالتالي وجود نموذج جهادي راشد وناجح قد يدفع هذه الشعوب إلى تبني هذه النموذج، وبالتالي كل هذه الأمور ستؤثر وتضرب في صلب الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. نعم أستاذ شديد، إحدى الصحف الصهيونية وصفت الصراع مع فلسطين بأنه صراع ديني وليس سياسي، ما مدى دقة هذا التوصيف برأيك؟ الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد هذه المقولة، وعقلية جندي الاحتلال في القطاع وفي الضفة الغربية أيضا تؤكد ذلك، حيث عمليات القتل، عمليات التهجير التي تتم ولو بشكل داخلي، لكن ما يتم إعلانه لجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يتوجهون لساحات المعركة يقرؤون لهم نصوص من التوراة التي أشارت إلى نقاط كثيرة يتعلق بقتل المسلمين، فبالتالي هي أبعاد، هي الأطماع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية موجودة، وعندما يتحدثون عن ذلك يتحدثون من منطق ديني، والقدس المحتلة أكبر مثال على ذلك، وأيضا السيطرة على الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية تحديدا في محافظات الضفة، الكثير من الأماكن الأثرية يعتبرها الإسرائيليون هي لهم ومن منطلقات دينية أيضا، فبالتالي عمليات ما يتم من ممارسات احتلالية تؤكد ذلك، وسبق أن تم التحذير من هذا، وما ينطق به سموتريتش وبن غفير ووزير الثقافة الذي دعا إلى محو غزة وإلقاء القنابل النووية عليها، بل وطالب بشيء أكبر من الموت للفلسطينيين، يؤكد هذه المنطلقات. هذه الحكومة حكومة العصابات، تقودها عصابات دينية لها، ولكن هذه دينية. نعم، ولكن هذه التصريحات لربما الصريحة والفجة مؤخرا، ألا تحرج إدارة بايدن التي لربما تريد استمالة المسلمين في الانتخابات المقبلة؟ حقيقة كما ذكرت بايدن وضعه الآن الانتخابي هناك صعوبة كبيرة في إمكانيات نجاحه في ظل المطالبة بمقاطعة خاصة في صفوف الجاليات العربية والإسلامية، هو الكل شاهد وتابع خلال الأيام الماضية كيف نجحت حملات مقاطعة بايدن وحملته الانتخابية، لكن حقيقة كنا صريحين، نتنياهو هو يمسك بزمام الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اللوبي الصهيوني هناك ومنظمة آيبك التي تحرك الشارع الأمريكي، رغم أن هذا الشارع تحرك كثيرا مؤيدا للفلسطينيين، ولكن خرج نتنياهو علينا وتبجح وقال أن 82% من الأمريكيين يؤيدون إسرائيل، وأن 4 من كل 5 يؤيدون دولة الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي بايدن هو الآن بين صراعين، صراع أنه يستميل الجالية الإسلامية والعربية في الولايات المتحدة لتأمين التصويت له، وبين دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي نتنياهو يحاول الضغط على نتنياهو من باب على بايدن من هذا الباب من خلال دعوة صهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم التصويت له،
وبالتالي عدم نجاحه. ومن هنا يحاول أيضا بايدن التوجه إلى دولة الاحتلال لإبداء حسن النية تجاه هذه الدولة. يعني قبل قليل ذكرت أنت كيف عن يساعد يقدم المساعدات ولو جوا، وأيضا يدعم دولة الاحتلال بطريقة أخرى. الطائرات الأمريكية التي أسقطت المساعدات على أهالي قطاع غزة هي نفس الطائرات التي تلقي القنابل الذكية التي تزود بها أمريكا دولة الاحتلال لإسقاطها على قطاع غزة. فهذا يعني رغم كل هذه التصريحات هي تصريحات فقط لإرضاء الجاليات العربية والإسلامية، وبنفس الوقت تصريحات أخرى لعدد من ساسة الولايات المتحدة تصب في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبينها عدم السماح لحماس بالخروج بشكل المنتصر، وكذلك عدم التخلي عن دعم دولة الاحتلال سواء ماليا أو سياسيا في مجلس الأمن. شاهدنا كم قرار تم إحباطه من قبل الإدارة الأمريكية يطالب حتى بوقف الحرب وحتى بإدخال مساعدات وحتى بإدخال مرات آمنة للسكان كان لعودتهم إلى منازلهم. كل هذه القرارات التي حاولت عدة دول التقدم بها بينها روسيا والجزائر والمنظومة العربية في الأمم المتحدة كلها باءت بالفشل بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو إرضاء لدولة الاحتلال الإسرائيلي. نعم أستاذ يعني بغدادي، وسائل الإعلام أكدت أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستستأنف في القاهرة. برأيك هل هناك بارقة أمل في سماء غزة لوقف إراقة الدماء والبدء يعني هدنة تدخل المساعدات معها؟ أعتقد أن المقاومة وكما عبر الناطقون باسمها مرنة في عملية المفاوضات وتنظر إلى مصالح شعبها وتريد إدخال المساعدات وتريد إيقاف القتل وتريد تشغيل المستشفيات والمخابز والمرافق العامة، ولذلك تبدي مرونة شديدة. هي مطلبها مطلب واقعي ومطلب يعني هو يشكل الحد الأدنى، وهو مطلب وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة. هذا مطلب يعني هو أقل ما يمكن أن يطالب به، ويشكل نقطة إجماع عند الشارع الفلسطيني. الجانب الإسرائيلي هو جانب المتعنت، والمقاومة اليوم حتى أبدت مرونة فيما يتعلق بعملية تبادل الأسرى، وقالت بأنه ممكن نقاش عملية العدد، ولكن الجانب الإسرائيلي جانب متعنت ومدعوم من الجانب الأمريكي، وأيضا في وسط صمت رسمي عربي يعني كبير لا يرى نفسه تحت الضغط. ما هو مطلوب منه أن ينسحب من غزة وأن يوقف إطلاق النار، وهذا يعني وهذا المطلب لا يمكن التنازل عنه. يعني لا يمكن أن نطلب من حماس أو من قيادات المقاومة هو أقل من ذلك، وهذا يعني أنها تتحول إلى عصابة خطفت مجموعة من الرهائن وعليها أن تقوم بتسليمهم. الإدارة الأمريكية لا تضغط بالشكل الكامل. رأينا بايدن يطالب وقف إطلاق النار وهو يأكل الآيس كريم. يعني هذا في يعني مظهر لا يوشي بأي نوع من أنواع الجدية في هذا الطلب. لربما هو يعني كما وصفه البعض هناك استخفاف بالعالم ككل، بالمجتمع الدولي ككل، وليس ب يعني القضية الفلسطينية فقط. إذا أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفي عبر سكايب من الكويت الكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ علي بغدادي، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي عبر الهاتف الذي كان معنا من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شريد، حياكم الله. أشكركم جزيل الشكر ضيوفنا الأكارم.